شفا. ايه ده؟ جبنه قريش معتبره خبيتها من العيال عشان تفطر انت بيها. افطر جبنه خلاص بقيت من الزواج، امال فين الفول؟ اللي ينقرص في النعيم وعبد الفوال، ادى الواد هاشم لحسه بالبريزه يا دوبك كفت العيال. امال فين طبق العسل اللي فضل من امبارح؟ العيال اتعشوا بيه. اتعشوا بيه؟ يا اللي مصيبه سودا، وقفتوا ازاي؟ العيال كانوا جعانين ليله امبارح، صعبوا عليا، اديت لهم العسل كلوه. خلاص ياكلوا هم والشعير التعبان ما ياكلش. الله، ما هم ولادك يا راجل، هم ولاد حد غريب. وراجل يغريهم ايه؟ بفول يا راجل. على فين يوم؟ راح اجيب لي صحن فول بدل اللي طبقته فيه زي الغلال. عنك انت يوم. طب بس ما تعوقش يا ابني لحسن ابوك عايز يغير ريقه. حاضر يوم. ايه انت هتقعد يا حاج جلسيني؟ روح اعمل لنا كوبايه شاي. حاضر. الله. يا عم شويه ملح يا عبد النبي. شويه ملح. بريزه فول وزيت اهو بس. عناية يا جلجة. هات خمس عيش. ها؟ انا هات بريزه. بريزه. هي ابو زغلول مش قاعده النهارده ولا ايه؟ دي عاوزها ليه؟ عاوزين بصل وليمون. عناية الاثنين. هات شيلي. اهو بدا جاهز. مبارك فول. ماشي. مبارك يا جلجة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل الشيخ. ازيك؟ ايه يا الاكل ده كله؟ انا مفتشك امبارح ما كانش تجيبك ولا بليل، انت واقف بتخلصر من ورايا؟ لا يابا انا استلفت بريزه من الواد وزي القهوجي. كل الاكل ده بريزه؟ هي الدنيا رخصه تاني ولا ايه؟ لا يابا اصل اصل ايه يا واد؟ انت فاهم ابوك عمار؟ لا يابا لا سمح الله. انت لسه قاعد بص منك تخلصر من ورايا؟ قدامي قدام حد قهوجي يقول له الكلام ده. ما تستهدى بالله وتقعد تغير ريقك. هتعكر دمك على كلام فارغ. الواد بيسرقني وانا مش دريان يا ام جلال. اهو شقايا راجب ونفسه يفرح زي بقيه الجدعان اللي في سنه. خسرت العيال بكلامك المدوحة ده. الاصغر منه فاتح بيت وبيصرف على اهله ومخلي ابوه حاجه فخفخه ولا البهوات. اللي بتتكلم عليهم دول ابوهم تعن شقي وعلمهم ولا وداهم صنعه يكسبوا منها. وانا ما تعبتش وشقيت علشانكم؟ عشان الخمره اللي حرقت بيها مستقبل العيال. استرحي بقى يا ولادكم في كلمان. خلاص اقعد كل وانت ساكت، ما تقلبش عليا المواجع. وقت يا واد، روح عندهم الفن. حاضر يا واد. أنا يا واد عاوز أفتشك، أنا شاكك فيك. يابا أنا معيش حاجة يابا. قوم يا واد أما أفتشك. يخرب بيتك. إيه ده يا واد؟ 25 قرش؟ يابا. لا وريني إياها بقى. يابا مش هتلاقي. لا بقى يا ابن الحاج. بتخبيها عن إيه؟ لا يابا. بريزة وريني الشراب، وريني الشراب. يابا مفيش، مفيش. مفيش، وريني التاني. شيلن 40 قرش. خرب بيتك يا رجب، تخرب بيتك يا رجب. انت واد حرام. يابا ما تقولش حرام يا يابا. اللي بيسرق يوديه السجن، اللي بيسرق ابوه يوديه النار. نار؟ انت هتروح النار، دي حاجه معروفه من قديم الازل. يابا يابا هتروح النار. يابا هتروح النار. يابا تحت الليله. البريم يا بيه. قول يا بنت معاك الكتبه؟ اه اه وريني. ربنا يكرمك ان شاء الله. ربنا يكرمك لابوه بس. ان شاء الله خير. خير يا بيه. خير ان شاء الله. خد. ربكم خير. طيب بقول ايه ما تنفعنا احنا يا بيه. يلا طرقي 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 يا اخي. البريمة تحت الليلة. كتابة. صورة. العب يا هاشم. كام؟ شيلي. طلع. يبقى لك. لا حد غيره يلعب. انت خليت معاه حاجة؟ طب اديني بيت ايدي. روح ابدا ما تبقاش عايق. ايه ده هاشم؟ روح سلك بدل ما امسح عليك بلط الحاره. حد غيره يلعب. طيب يا هاشم. كام؟ كام؟ صوره. طالع.
طب شيل صورة. هات يا حادي. الليل قرب يخش، ناوي تسرح ولا هتاكل فل؟ اخلص اللي في ايدي واقوم اتكل على الله. طب يلا يا اخويا الرزق يحب الخفيه. انا نازل يا مجاهد. بالسلامة يا معلم. يا ترى عاملة ايه يا سعاد انت وهاشم دلوقتي؟ ياما هخلص الشوية اللي في ايدي دول واطلع اطمن عليهم. قلبي وكلني عليهم يا ابني. اسمع سيبلي شوية الفل دول، انا ارضمهم وابخهم وروح انت طمن عليهم وتعالى وانا هجهزهم لك على ما تيجي. حاضر يا ابني. اسمع عندك تحت الطوالة بتاع الكنبة دي في باريزة، خدها خليها في ايدك. لا خليهم ياما معاك يمكن تحتاجي حاجة. طب بسرعة ما تعوقش يا دمان. حاضر يا بيلعب ومرفع عاتق خوك. مين قال لك يا كان بيلعب معايا ولشني وراح فين بعد كده؟ لسه قاعد بيلعب. تعال معايا ارنهول حط قدامي. صورة العب وريني بقى تعمل ايه. ماشي العب. بتلعب مش احسن مني يا نصيب؟ لا دي نصيب احسن. انا قلت لك الف مره مش هادي الشغلانه ديت. ما انت بتشتغلها من زمان. كنت صغير والناس بتعتف عليا، دلوقتي انا كبرت ومحدش بيرضى يشتري مني وكلهم بيتضايقوا عليا. ابوك عايز المعلوم اجيب منين؟ نشوف سبوبة تانية وبلاش القمار. حاولت اشتغل اتعلم صنعة، محدش يدي يشغلني من غير فيش. ليك مزاج تتعلم صنعة على هاشم؟ بصراحة اه. خلاص هطلع لك فيش واوديك ورشة بس بلاش القمار. والورشة دي هتديني المعلوم بتاع ابوك؟ لو الاجر كان اقل انا هكملهولك. ماشي. فين اختك؟ اديتها الورق سرحه بيه من الصبح. سرحه فين؟ دلوقتي تلاقيها في الكازا. طب فوت قدامي نروح نطمن عليها. فوت. لما معاك البريم وعارفه اللي معاك البريم تعبى نفسك ليه؟ ما تاخديها وروحي ما تقلقيناش. ده انت على نياتك اوي. ايه؟ لا بريم ولا ترسو. تعملها شغلانه عشان تداري بيها اعمال اخرى. ربنا يستر على ولايانا. امين. هاي ايه اللي فاضل معاك؟ فاضل عيد. كام ورقه دول؟ فاضل. طب لو خدت دول منك دلوقتي هتعملي ايه؟ هروح اريح رجليا شويه من لف طول النهار. خد يلا روحي على طول. يلا. شفت الراجل المجنون ده عمل ايه؟ الفلوس دي كلها؟ اصلي بعت الورق كله وربنا كرمني اخر كرم. الحمد لله. يلا بينا. اتفضل يا سيدي. هتلمت على اتنين صيع هتصرف عليهم القرشين. الحمد لله يا معلم. اشبعتي؟ قوي قوي يا معلم. يا كوني 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 اشبعي. من يد ما عدمهاش يا معلم. طيب كوني. مش قادرة بقى يا معلم مش قادرة خالص. ده مين اللي اتربى دي كمان؟ كلي. ما كنتش تحلف يا معلم. كلي كلي ما تسيبيش حاجة، احتسي نفسك وكلي. الأكل هنا بالشيء الفلاني. الفل للناس. الفل الفل. مساء الفل يا بيه. الفل للهانم. كام دول؟ دول 10. كام؟ بقى جنيه واحد بس يا بيه. اتفضل. استفتاح قشطة يا بيه. دول للهانم يا بيه، هدية مني ليه. شكرا. الفل معايا. الفل 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 يا بيه. كام يا ابني دول؟ اللي تجيبه يا بيه دول هديه يا بيه. اوامر الاشاره فتح نقول عاوز كام. اللي تجيبه يا بيه كويس يا بيه. يا خسارة الحر لما تغيروا الأيام،
يصفر لونه يبقى عبرة الأيام. يا صارت الحر لما تغيروا الأيام، يصفر لونه يبقى عبرة الأيام. خسيس قال للأصيل تعالى عندنا خدام، تاكل وتشرب وتبقى من جملة الخدام. ضحك العصير وقال عجبي عليك يا زمان، حوجتني للخاين واللي ملوش أمان، حوجتني للخاين واللي ملوش أمان. أنا أطلع فوق جبل منظرك دم قلبي على المحروقه دي وعطشان كاس واحد بس يا اخويا. فريقنا خلينا نشوف بقى الناس الحلوه. اهلا اهلا بالمعلم راجل. ايه ده؟ ماله ده؟ عاوز يشرب ولا يدفعش؟ عطشان ومعيش يا معلم. اديله كاس على حسابك. كاس على المعلم راجل. ربنا يخليك يا سيدي المعلمين. وانا هات لي ازازه اربعه كمان. وعندك اربعه اتفضل يا معلم. يا سيدي المعلمين سلفونا معلمك. ايه ده يا امونه؟ ده كتير قوي يا امونه. ده ولا حاجه احسن منك يا معلم. لا خد يا روح. لا لا يا معلم المره دي خليها عليا. تعتبيني لا انت واخده بقى. ما خدتش تخلف يا معلم. ياخد عدوينا كل امين. خدي من ريق كمان يا ابو المفهوميه يا معلمه. اتفضل يا معلم. يا سيدي المعلمين اهلا. سعاده البيه وحشنا. بقالك كتير ما حدش بيشوفك يعني. تمثال. لا الحمد لله على السلامه بيه. خد. لا خلاص يا بيه، دول حلاوه مرجعت لنا بالسلامه. خد. طب يا بيه الف شكر. الفل معايا. الفل الفل يعطر العربيه ويروق المزاج. فل بيه. مساء القشطه بيه. دول اللي تشوفها بيه جنيه كويس. لا 50 قرش بس. ماشي يا بيه اللي تشوفه. نارك فل بيه. الفل معايا. الفل. ايوه الفل. بصحه الجدعان. بصحه المعلم راجب العطر. منى. منى نعمل يا معلم. استنى بس يا منى. عينيا. بقول لك ايه؟ اقمر يا معلم. مزاج مزاج والجو سلطاني، نفسك تهزيلي شويه. ارقص لك لوحدك يا معلم. الناس الحلوه دي نعمل ايه؟ نحط لها تشيش. الناس عاوزه تتبسط يا امونه. وانت يا معلم؟ انا اولهم يا حلوه. واد يا برنس. نعملنا يا معلم. تعالى رقص لي يا امونه. على عيني. رقص لي يا جدع عشان المعلم راجل. اتفضل يا معلم. أمونا بعت لها جواب، أمونا ولا سألت فيه. أمونا بعت لها جواب، أمونا ولا سألت فيه. أمونا يعني الأسباب. أمونا مفروض علي على كيفك يا على كيفك على كيفك. إن شاء الله ما رضيت علي يا أمونا. Let's
ان شاء الله انا تحت امرك. بكام دول؟ العقد ب 10 ودول 20 عقد، يعني كله 2 جنيه. 2 جنيه الحمد لله، بارك الله وفيما رزق. السلام عليكم. ايوه يا اللي بتخبط يا حرامية. طيب ايه ده وليه؟ ايه ده؟ ابن حرامي خايف الحرامي يسرقوكي يا اولاد، تعبانه انت. اه يا اخويا يسرقوا الخرب اللي احنا فيه. ايه ده متنكدتي عقيات؟ من نفسي. احترم نفسك. الله، صحيح صحيح. استنى بس، العيال ناموا تعبانين من لفف الشوارع طول النهار، خليهم نايمين وبحسبهم بكره. ايه دي بدعه جديده؟ اصحى 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 يا بنت كلب، اصحى يا بنت كلب، اصحى اصحى. انت هو امال فين الواد التاني؟ لسه ما جاش. اصحى يا بنت اسعد اصحي. يا دنيا كلم ابوكي. نوم كتير كده ليه؟ في الايراد. ايوه ايوه. الفلوس اهي. ايه ده؟ ايه ده يا بنت ده؟ دول 3 جنيه جوني زياده من باب الله. يعني دفعت ثمن الورق؟ ايوه. اصحى يا بنت اصحى يا بنت اصحى. ايوه. في الايراد يعني فين؟ تحت المخده. هاته. حاضر. هات هات. خد يابا. مفيش حاجه زياده اهي يا معلم. الفلوس كلها معاك يابا. ده عرق ولا ثمن الورق ولا ايه؟ دول العرق وثمن الورق. يبقى ما سرحتش. امال جبت الفلوس منين يابا؟ وبتسميه يدي فلوس؟ كتكنيه انت وامك في يوم واحد. ما حدش بيرضى يشتري مني ورق يابا. ليه؟ الناس خايفه على مستقبلي وعايزين اتعلم صنع. بهايم ما بيفهموش. هتشتغل صنايعي هتاخد في اليوم 100 جنيه ونص، اقل من اي يوم بتبيع في ورق. افهم. اصحى اصحى. اي صنع يابا عايز اعلم في الاول عشان اكسب منه، ولازم اضحي يابا عشان اتعلم. تضحي لو انت بزورك، لكن ده انت وراك كملح. ابوك ابوك اللي رباك، وامك اللي ولدتك، واخواتك. حرام عليك حرام عليك. نفسي اتعلم صنعه يابا. يا واد انا عارف مصلحتك كويس، اياك تتكلم في الموضوع ده تاني. حاضر يابا. تعالى هنا تعالى اكون مخلص الحاجه. اوقف لف يا واد، خش اديه الاثنين، خش ونام وكشف البلاوي. مش كده مع العيال يا رجب؟ انت اللي خسرتيهم. مساء الخير. كنت فين يا ولد لغايه دلوقتي؟ كنت سارح بالفل يابا. ايه؟ خلصت الحبيب من البلد؟ شويه الفل اللي انت سارح بيهم دول بتوع ساعتين زمن. يابا الكلام ده كان زمان، دلوقتي ما حدش بيهتم بالفل. ازاي؟ ده عنوان المحبه للاحب. في اللي اهم منه يابا؟ رغيف العيش. ده كلام الغلابه اللي زي حالاتك. انما اصحاب العربيات بقى اغلبيتهم مناظر ونفخ على الفاضي. وليه المقدمه الوحشه دي بقى؟ لا يابا الفلوس تمام وزياده كمان، انا ما ببيعش فل، انا ببيع حلاوه لسان. ومخسر كام يا ولد من غير ما افتشك؟ لا يابا فتش، انا تحت امر. تعجبني سلطه، وريني الياقه. البريمو البريمو يا بيه صاحب الليله. بلاش البريمو. الاسعاف يا بيه صاحب الليله. ايه
يلا هاشم لحسن تاخرنا. يلا يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، صبحنا وصبح الملك الله. انا قلت لها مره واثنين وثلاث. المرتين الاولانيين انا سكت وخرست خالص وسمعت كلامك لحد الوقت جلال والبنت سعاد ما راح مستقبلهم. المره دي مش هسكت ابدا لحد ما اضيع مستقبل الواد هاشم زي اخواته. عليا النعمه انت في الدنيا دي اتملت عدد، لا بتفهمي ولا بتقولي حاجه، بس لك ايه ده؟ مال الواد جلال؟ واد كسيه بيكسب اجعص من اي مدير مصلحه، والبنت سعاد مرزقه رزقها كبير. اسمها شحاته يا معلم، ما هوش رزق، والواد نفسه يتعلم صنعه تنفعه في المستقبل. الواد صغير ما يعرفش مصلحته فين، انا ابوه ادرى مصلحته. مصلحته يا اخويا انك تلهف عرقه وتروح تسكر بيه. ولادك صويا يا معلم رجب. انا ولادي كسيه بروح تلمي نفسك احترم احسن اديك عرق. ربنا ينتقم منك يا بحيث. اللي تشوفه استخدم كله ماشي، انا اللي يهمني ان الواد ده يتعلم صنعه. بس الرك على استعداده هو. لا من الجهه دي اطمن، هو نفسه عاوز يتعلم. ما انت كان نفسك تتعلم ويومين وفلسعه. ما انت عارف وكله كان على ايدك، انما اللي ما قدرتش احققه لنفسي عاوز احققه لاخويا. بس على الله ما طلعش لعبي، هنا ما فيش هزار، في ضرب كسره وانا اجي اكمل عليه كده. ماشي استحسك. ايوه خد الولد ده علمه واقرص عليه في العلاقة. تمام تشكر استحسك. اي خدمه. عايز سلام عليك. سلام يا حب. بص كويس البريمو بتاع الليله. اتكل على الله شاطره. فتحنا انت بيك ايدك الحلوه دي. استفتحك عشان تروح تصرفها على العيال الصيع اللي كنت معاهم امبارح. عيال صيع ايه يا بيه؟ دول اخواتي. اخواتك؟ يروحوا يشتغلوا هم بدل ما يسرحوكي بورق يا نصير. انت هتحكي لي قصه حياتك، ما تهوينا معاها. لا اله الا الله. ليه كده يا استاذ؟ عملت لك ايه عشان ذوقها الزقه دي؟ مش شغلك، انا حر. قوم يا بنت، لم الورق بتاعي. نعم اتفضل. ايوه يا بيه هات واحد. ايوه وقتها ليمون حرك. لا يا بيه معلش كتر الف خيرك، انا اصلي لازم اقوم دلوقتي عشان ابيع الورق اللي معايا. فاضل معاك قد ايه؟ كتير، انا اصلي ما بعتش ولا ورق من صباحيه ربنا. انا هاخدهم كلهم اعديهم. 300 بخمسه اسعاف ورومي كايو، و50 ب 25 مباراه و6 اكتوبر. وايه تاني؟ بس 300 بخمسة ب15 جنيه. ايوه. و50 ب25 12 جنيه ونص. يبقى كله 27 جنيه ونص. تمام. خدي ادي 30 جنيه. يلا روحي على طول. ربنا يخليك يا بيه. ربنا يكسرك البريم ويا احسن بيه في الدنيا. يا بنت خلي بالك يا بنت. مش تفتحي يا بنت تاكي. قعد كده. معلش يا عم ما تزعلش، تعالى اتفرج كمان. تدفعي ايه بس؟ خلاص خلاص. يلا يلا. حاضر. استنى. هتمشي بالشاي ازاي وانت كده؟ خدي عشان تركبي تاكسي. معلش يا بيه ما انت اديتني زياده في ثمن الورقه اركب منهم. خد اسمع الكلام. حاضر. مع السلامه. البنت دي وصلها لحد باب بيتها. حاضر اسعد البيت. اركبي 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 خليها وصلك. اركب صحيح. اركبي. يا
يخلق من الشبه 47. إلا بالله، ما هو لما كنتش حاضر جنازتها كنت قلت هي يمكن أختها. طيب كان مخبيها فين يا فرج؟ إيه في حاجة؟ أبدا يا بنتي، أنت بتعرفي شوقي بيه من زمان؟ شوقي بيه مين؟ صاحب الترومبيل اللي جاي نوصلك. آه ده راجل طيب أوي بيشتري مني ورق يا نصيب. أنت بتبيعي ورق يا نصيب؟ آه. طب ليه يا بنتي؟ مفيش شغلانة أحسن مني شوية؟ في بس نصيبي كده. بتعرفي تجري وتكتبي؟ ده انا معايا الاعدادية. تعال. طب ليه ما كملتيش؟ اهو ظروف. اي واحد دنيا مليانه بلاوي يا بنتي. تحبي نشوف لك شغلانه بالاعداديه؟ لا ابويا ما يرضاش. عجيبك العجايب، يرضى يشغلي شغلانه مهببه وما يرضاش يشغلي شغلانه نظيفه؟ اصل انا ابويا بيحب الفلوس قوي. هو كبير في السن؟ لا مش قوي. صحته تعبانه؟ لا بوم، بس هو اصله اللي ما بيحبش الشغل. عجيبه على الراجل ده. ليك اخوات؟ ولدين، واحد اكبر مني جلال والتاني هاشم اصغر مني. بيشتغلوا؟ واحد بيسرح بفل والتاني بورق يا نصيب. ايه ده بره؟ مفيش شغلانه غير كده في عيلكوا؟ في، بس ابويا اصله بيحب المكسب السريع. يا ساتر على الراجل ده. مفيش حد قريب كبير فيهم يكلمه؟ قوم لسانها ناشف معاه. انا اروح نكلمه؟ لا في عرضك احسن، بعدين يساود عيشتي. بقول لك ايه، نزلني هنا. لا شو بيه جاني وصلك لحد باب البيت. طب انا هطلع سلم طويل. هتطلع سلم ورايا بالعربيه؟ طبعا لا، انما ممكن اوصلك برجلي. اعمل معروف بلاش، الحته دي بلدي قوي وابويا راجل صعب. والله اللي تشوفيها بنتي، انا ما نقدرش نكسر كلام شو بيه، انما ممكن نمشي وراك من بعيد. خلاص بقى، وانا ما اقدرش امنعك انك تمشي. بقول ايه، كفايه لحد هنا. ها انا سلام. تعالي، ما قلت ليش اسمك ايه؟ سعاد رجب الوحش. يا منجي. وانا فرج. كتر الف خيرك يا عم فرج. السلامة يا بنتي، مع الف سلامة. حصل لنا البريمو يا عم فرج. ملعوبة. السلام عليكم. ايه اللي مرجعك بدري؟ ما سرحتيش النهارده ولا ايه؟ لا ازاي سرحت؟ بس ربنا كرمني بدري بدري بالراجل الطيب بتاع امبارح، خد مني كل الورق وكرمني اخر كرم. رزق الواد هاشم. ها شغلته؟ امال ايه؟ وقرش منك على قرش مني نلم له المعلوم من غير ما ابوك يعرف. جميل، خد يا اخويا، خد كل الزياده اللي معايا. ايه ده كتير قوي. مش مهم اتصرف انت ولا داني الباقي. ماشي. يلا بينا. وهلل وشخط فيا وزقني على الكنبه وخد في وشه وخرق. المهم ياما، هو ما عرفش ان هاشم اشتغل؟ لا يا ابني، بس انا كنت عايزه استسمحه واقول له عشان ما نعملش حاجه من وراه. ياما ما انت عارفه رايي، وقلت لك مليون مره ما تجيبيش سيره. يا ابني ما انا خايفه، اصل ما اتعودتش اخبي عليه حاجه، لو عرف من بره هيعمل مع هاشم زي ما عمل معاك، هيروح ويطلعه من الشغل. معلش ياما. كله هنا عشان خاطر هاشم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما ده راجل غريب أوي. والبنت غلبانة خالص وحالتها تجدع القلب. أنا كل ما بشوفها بحس إن المرحومة قدامي. أنا مش قادر نقول لسيادتك كده، لحسن تزعل مني، دي صورة تبقى الأصل من المرحوم. مظبوط يا فرج، وده اللي مخليني متعاطف معاها ومش عاوزها تسرح ورا يا نصيب. عشان كده انا بشتري كل اللي معاها عشان تروح. والله يا ريت يا سعاده البيت تكسب فيها ثواب وترحمها من ايدين ابوها. انا مستعد اتبناها، بس لو يقبل. هو يقول يا سعاده البيت
الله ربي، انا مستعد نروح نكلمه، واذا ما جاش معايا ما بديهاش بقى. هنكسر دماغه. لا 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 لا، انت مش هتعرف تتفاهم معاه، ده راجل سهران وكل اللي يهمه الفلوس. مظبوط. انت تاخد لي ميعاد معاه وانا اروح اكلمه بلغته اللي يحب يسمعها. ايه رايك بقى انك مهياز زفه ومفوتش الليله على خير؟ انا هقوم افوتك. اقعد يا معلم، انت سكران. انا مش سكران، انا حسن الفلاني. اقعد يا فلاني. انا مش هقعد الا لما امونه ترقص وتهيص الجو. خد يا امونه 5 جنيه صيحه وفنفش كل المعلمين. ولو دفعت لي الالف برضه مش هكسر كلمه المعلم راجل. انا كمان معلم كبير قوي. روح بكرامتك يا معلم. خد يا امونه 2 جنيه وزودنا الترابيزه. تشكر يا معلم، من يد ما نعدمهاش. يا سلام، مش كل من ركب الحصان خيال. امونه اتنس اللون. بعدك ال 10 جنيه وما تكسرليش كلام. بعدين بقى احترم نفسك بقى. انت بقى الله. قلنا احترم نفسك. الفل معايا، الفل. فل يا بيه. ازيك يا جلال؟ اهلا سعادة البيه. بكام دول؟ من غير فلوس عشان خاطر البيه اللي معاك. بيه مين؟ الله يخرب عقلك يا جلجل، انا سمير عنبه. الله، بيه والف بيه، يعني البيه احسن منك فيه. خد. خلاص خلاص. بس دول كتير قوي. عايز اشوفه. تحت امرك، بس انت سبت الحته. انت بتقف هنا؟ ليلاتي. هفوت عليك. ماشي. سلام يا جلجل. سلام. حضرتك الست ام جلال؟ ايوه. يا ترى المعلم رجب موجود؟ لا، هو بره لسه ما رجعش. ايوه خدمه. اصلي شوقي بيه كان عايز يجيبه، يكون موجود بكره الساعه كام. هو شوقي بيه مين؟ راجل من الناس الطيبين، ربنا يبعت لكم الخير على ايديه. المعلم رجب يعرفه؟ لا ما يعرفوش. هو عايزه ليه؟ والله العلم عند الله وحده، انما اكيد خير ان شاء الله. على كل حال المعلم ما بيخرجش قبل العصر، وانا هخليه بكره يقعد يستناه. كتر الف خيرك. اتفضل اعمل لك شاي. بارك الله فيك. اها، اصبح على خير. وانت من اهله المعلم راجب بيعرف بهوات؟ يا خوفي لا ترجع تندم تاني يا شوقي. انا عمري ما اعمل خير واندم عليه، وانا متاكد انك اول ما تشوفيها هتحبيها، بس هي زي ما تقولي كده يعني ناقصه شويه توجيهات من توجيهاتك. مش لما تاخدها من اهلها الاول؟ البركه فيك انت بقى. ها، اللي فيه الخير يقدمه ربنا. ادخل نام يا اخويا، وكفايه كلام عن الست سعاد بتاعتك دي. طيب تصبح على خير. وانت من اهلي يا اخويا. السلام عليكم. سلام. الورقه اللي كان معاكي بعتيه؟ لا، كله خلص. خلص؟ بريمون ببره اللي كانت معاكي بعتها لمين؟ للي يستاهلها. واللي يستاهلها ده عارفه مكانه؟ ربنا عطرني فيه. خدي، مش هتسرحي النهارده؟ مش اما الاقي البريمو الاول بيدوقني من الحلاوه يا سعاد. يا اخويا انت كمان مش لما اخدها شوفش البيلي بيقعد في الترابيزه دي. لا ده ما جاش النهارده. طب هو هيجي؟ والله الله اعلم. مفيش فايده، الراجل زمر جري، خدله في اسنانه وهرب بعد ما عمل عملته السودا. وانا اللي كنت بقول عليه راجل طيب. بقى مش جاي. معقول يا سعادة البيت؟ ده انت لو دفعت لي 1,000,000 جنيه بنت ما تبقاش بعيدة عني ابدا. دي ضنايا. افهمني بس، افهمني. دي بتساعدني على المعايش. قرش من هنا على قرش من هنا. عارف عارف عارف. ولما انت عارف هتدفع لنا كام في الشهر؟
تاكل وتشرب وتتكسي وتتعلم. لا 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 ما يهمنيش الاعلام، انا عاوز بنكنوت، عاوز ورق، انا بصرف على اخواتنا، خدها في رقبتي يا بيه. 50 جنيه كويس؟ انت بتاخد كام في الشهر؟ لا افتح الله. امال عاوز ايه؟ عاوز العدل يا سعاده البيه، الدنيا مولعه نار، بقت غلا، وال 84 كمان غلي. ده بنت لو سرحت نص يوم بورق للتريه تجيب قد اللي انت بتقوله ده مرتين ثلاثه. وقلنا البنت كبرت وبتشوف رزالة من الناس قبل المبلغ ده 1000 مرة، واتفقنا اننا نرحمها من العذاب. خلاص ارحمها انت وانا واخواتها نموت من الجوع. ما يخلصناش يا معلم. ايه اللي يرضيك؟ عينك كلها نظر. هدفع لك 100 جنيه اول كل شهر بس على شرط. خش انت بيه. سعاد هتطلع من عندي على بيت حارسها على طول، يعني مش هترجع هنا تاني. ومال؟ مش الكوتيلة ماشية؟ طول ما انا عايش. ربنا يطول في عمرك. ادعي لي اغنية. اللي بتقوله ده يا سعادة البيت؟ احكي نفسك. أنا؟ يعني إيه ما تجيش هنا تاني؟ هو حضرتك مش تحب راحتها؟ وأحب كمان أشوف بنتي. حضرتك تيجي أي وقت وتقعدي معاها زي ما أنت عايزة. طب وإخواتها؟ وإخواتها؟ وأنا ووالدها وقرايبها كلهم، البيت مفتوح. حس كده بقى سعادة البيت ما دام بقينا قرايب. أنا شايف إن منظرنا كده ما يليقش نيجي نزورك بيه، يعني نجيب حتة علبة ليا، بطل وقميص الواد، جاكيت الزلزال بتاعك ده. وماله بس دي عاوزه يعني مين جنيه؟ انا بقول ايه يا سعاده بيه؟ ما تديني ثلاث اشهر مقدم عشان نتوضب ونتهندس ونبقى قد المهام. حاضر. لا انا مش هاخد امتحان. لا انت هتخسر كل شهر حاجه من مرتبك. غالي والطلب رخيص. خلاص اتفقنا. ما دام اتفقنا بقى نجيب ورقه وقلم علشان ما حدش يرجع في كلامه. وقت الشنطه بالعربيه يا فرج. ها؟ الشنطه بسرعه اسمع كلام البيه. معاك انت راجل غريب. لما اخذ الخط عاجل شويه. لا مبروك يا معلم رجب. تشكر يا بيه. طيب استاذن انا عنواني اهو، اول ما تيجي سعاد تجيبها على طول، هو المره عشان تعرف طريق البيت. حاضر يا بيه. مش هوصيكي على سعاد يا علي يا هانم. طمني سعاد دي بقى بنتنا. خد عشان تتبحبح. بحبح انت اللي بحبح. احترمي نفسك. معززه مكرمه تقلع وشك تلبس نظيف. مش المعلم رجب اللي يخش عليه الكلام ده، لازم فيها ان اخرس. تضربني يابا؟ بتضربني عشان عاوز اصون عرضي واحافظ على شرفي؟ قلت لك اخرس خالص، ما تسمعش بقر بكلمه. انا المعلم رجب الواحد، انا مخك في النار ما تخافش عليها يا فتح. اسمع انا خارج عاوز ارجع ليك غربلت الارض وجبتها. انت ليه يا ماما؟ عاجبك اللي بيعمله ابويا ولا خايفه؟ لا يا دول ناس طيبين مش زي ما انت فاهم. دول هياخدوها علشان يعتقوها من ايدين ابوك ومن لف في الشوارع. مش داخل دماغي الكلام ده يا ماما. روح مع ابوك وهو بيوصلها وهترتاح قوي لما تشوفهم اذا كان شوقي بيه ولا اخته الست عليا هانم. يا ماما الدنيا دي مليانه ناس تعال ميه من تحت تلج تعابين، هنعرفهم ازاي بس من اول مقابله؟ ما تخافش عليا يا دمعني، انا حفظتم اختك سعاد، لو طلعوا زي انت ما بتقول هقول لها تتصرف ازاي، ولو طلعوا بقى ناس طيبين يبقى ربنا رحم اختك من ايدين ابوك واللفه في الشوارع، ويمكن ربنا يرزقها بابن الحلال اللي يريح قلبها ويسددها. بالك يا جلال يا ابني،
بالك انا طول عمري بفكر في ايه؟ ايه يا عم؟ مين ده اللي هيتجاسر ويحط ايده في ايد ابوك؟ يا اما يكون اقوى منه، يا اما البنت هتقعد جنبنا وتبور، انما بقى لما تبعد عننا جايز ربنا يبعت لها ابن الحلال. وهتقدري على بعدها يا عم؟ هحط على قلبي حجر عشان مصلحه اختك، ولما توحشني اخدك ونروح نزورها. تعال تعال اتفرج يا سيدي، شايف الاوضه بقت تجنن هايله، حاجه عمر ابوها ما يحلم بيها. الله تسلم ايديكي. صعب الله بقى تحافظ عليها، ما تخليهاش زي كوم الزباله اللي كانت عايشه فيه. علي الكلمه الحلوه صدقه، ارجوكي علي عشان خاطري ما تحاوليش تجرحيها ولا تحسسيها في يوم من الايام انها غريبه عنا. علميها علميها كل حاجه، عامليها كانها لسه طفله صغيره لحد ما تتعلم. وانا لسه هعلم يا شوقي. اعتبريها بنتي اللي اتحرمت منها، استحمليها. هم يا وليه باننا وصلنا، يلا واحترمي نفسك جوه. اهو نفسي. معلش. نعم عاوزين ايه؟ هو ده مش بيت، هو اسمه يابا شوقي افندي. قصدكم شوقي بيه؟ ايوه ايوه شوقي بيه. نقول له مين؟ قول له المعلم رجب والعائله. طب دقيقه واحده ما اديله خبر. طيب ربنا عاجبه صبر الخير يا سعاد. هتوحشني قوي يا جلال. هنط لك كل دقيقه. تنط فين؟ هنط في كرشك. اوعى تيجي هنا لرجلي على رجلك. هي ايه نهيبة؟ الله. المهم ربنا يهنيك يا سعاد. ربنا عوض صبرك خير يا بنتي. ابقى بص لي هاشم قوي قوي، ويا ريت ياما تبقي تجيبيه وتيجي احسن، هتوحشوني قوي. ان شاء الله. اوعى يا ضنايا تنسي الكلام اللي انا قلتهولك، اوعى يا سعاد، حاسبي لحد يضحك عليكي. يضحك عليا يا ولية؟ ما تخافيش عليا يا اما، بنتك راجل بنت راجل. افتح افتح واحترم نفسك. اتفضلوا اتفضلوا اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بسم الله. ايه بريمو يا بريمو؟ يا سعاده البيت انا دخت عليك. بريمو ايه بترسو ايه؟ انت خلاص هتقعدي هنا على طول ومش هبيع ورقه تاني. يا سعاده البيت بريمو ورق المباراه اللي خدته مني. فين بريمو؟ 5000 جنيه يا بيه. انت هيبان له الحلاوه كمان. بس للاسف الورق اللي انا خدته قطعته. حد يقطع 5000 جنيه؟ يخرب عقلك يا بيه، امال كنت بتشتري ليه؟ كنت بشتريه علشان ارحم سعاد من رذاله الناس. الهي ربنا يسترها معاك، الهي يكرمك. اتفضل اتفضل. اقعد يا بنت الهي ما تنسى. لا يا فندم ما يصحش، اتفضلوا على الكنب. لا يزيد فضلك يا استهانم كده كويس. لا ما يصحش، لازم تقعدوا فوق. قومي يا وليه احترمي نفسك. قومي ايدك يا ودي جلال. قومي يا عم. قومي يا اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا. اتفضل حضرتك بشوكولاته. ربنا يجعلها عامر استهانم. شويه بقى عشان الصغير يدعي لك. احترمي نفسك. اتفضل حضرتك اتفضل. اللي احسنت له عليا يا طماع. لا 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 سمح الله. اتفضلي اتفضلي يا ست ام سعاد. يزيد فضلك، ما خلاص المعلم خلينا كلنا وبزياده. المعلم اخذ لنفسه بس. خدي واحترمي نفسك. اتفضلي يا هاني. اتفضلي يا ممثل. اتفضل حضرتك. تحبوا تشربوا ساقع ولا سخن؟ لا ساعة ولا سخن، احنا عاوزين 84. 84 ايه 84؟ وبسرعة بس بسرعة عشان الواد يلحق يسرح بالفل. ما يصحش يا معلم، ما لسه بدري. بدري من عمرك. طيب تسمح لي بقيت الاتفاق. احترمي نفسك. الفل يا بيه، الفل يا بيه. طب عقدة بيه. لا يا فل يا فل. براحة شوية يا ساتر. من ده اللي بيحرق قوي في العين يا ساتر. ايه ده؟ بس كفاية بقى، استني.
خلاص بقى اديهم كمان. يا والله زمان زمان والله والله زمان زمان والله واديني كاس يا برنس كمان مرة واديني كاس يا برنس كمان مرة. ارم نفسك انت هو بقى ارم نفسك انت هو صحة الناس الحلوين حلوين ناس. ايه ده هات لنا واحدة 84 أمونة أمونة تحت أمرك يا معلم. رش لنا شوية مزة حلوة. عيني خد يا خد. إيه ده يا معلم ده كتير قوي. يا ربنا كتير خدي صحتك صحتك يا معلم. أيوة يا ابني ربنا عوض صبرها خير. أمال زعلانة ليه بس؟ مش هين عليا فراقها يا هاشم. أنت أصلك يا ابني ما تعرفش قلب الأم. خلاص قولي لابويا رجعها. لا لا يا هاشم انا ما صدقت يا ابني انها اترحمت من ابوك واترحمت من لف في الشوارع طول النهار. هي اترحمت وارجع انا الف بدلها. ليه يا ابني؟ هو انت مش في صنعتك؟ ايوه يا ماما بس هي كانت بتساعد جلال وبتدفع لابويا المعلوم. دلوقتي جلال لوحده هيعمل ايه؟ ما تحملش هم يا دناي. تبات نار تسبح رماد لينا رب اسمه الكريم يدبرها. قوم يا هاشم انت نام قوم. انام؟ مش لليق يا نام وتشوف هنعمل ايه؟ هتعلم الصنعه ولا هرجع اسرح باللمصيب؟ هتفضل في صنعتك ورزقك ربنا هيبعتهولك. ربنا ما يحرمنيش منك يا نام. باختلاف كمية الحرارة والضغط التي تعرضت لها تكويناته. تختلف أنواع الفحم باختلاف كمية الحرارة والضغط التي تعرضت لها تكويناته. إذا توقف عليها درجة صلابته كما تختلف باختلاف نسبة الكربون التي تتوقف عليها قوته الحرارية. الفل جلال جلال أهلين سمير. بكام دول؟ خد بكام دول؟ ببلاش. رايح فين؟ انا مروح. اركب اوصلك. لا يا عم سمير انا هاخد اتوبيس وما تعطلش نفسك انت. نفسي اقعد معاك. تحب تسهر فين؟ الاوبرج ولا الليل؟ يا عم سمير ما تتريقش علينا، احنا غلابه وملناش حاجه في الكلام ده كله. نفسي اقعد معاك يا جلال. اركب اركب يا جلال الاشاره فتحت. خلاص تاخد شاي ونروح. اوكي يا جلال. يلا يا جلال الاشاره فتحت. ابعد عنها وكلمنا. انا علقت محفظتي وهروح فيها تاني. ابدا يا معلم ما حصلش تحدي لبس طبيعي علشانك. ايه؟ فوتوا قدام على الاسم. امونه مش حراميه ومش هتقدر تاخدها من هنا. واحد مفخنك الكاب. انا هاخدها غصب عن التخين هنا كده. لو جاي مد ايدك تعال انت بقى. سلام عليك. معلش اوعى اللي هتقدم هنا هاخد في تعبيدك. كلام حلو يا عم سمير بس تنفيذه صعب. ما انت عارف انا بسلك نفسي في الدنيا دي بالفهلاوه ولا عندي شهاده ولا يحزنون وبفك الخط بالعافيه.
يبقى هشتغل سكرتير ازاي؟ هو انت سكرتير هتقعد على مكتب؟ امال ايه؟ انت مش قلت لي انك بتعرف تسوق؟ جن بس ما عنديش رخصه. تطلع لك رخصه اوام مش مشكله، وصلنا لراجل العربيه وتبقى زي ظله. سواق يعني؟ يا جدع افهمني، الناس دي عيانه بداء العظمه وتحب الهنكره وشويه القربانده بتوعك. بسيطه. وهتلبس وتشايق وكل اول شهر تقبض المية، وحش؟ لا، بس انت عارف ابويا لازم يقبض المعلوم كل يوم، والواد هاشم اخويا وديته يتعلم صنع ولازم ادفع المعلوم بداله، يعني المبلغ ده مش هيكفي، وخصوصا ان الراجل بتاعك ده لازم له واحد مقطوع ليل مع نهار. امال يكفيك كام؟ مش اقل من 5 صحيحه كل يوم. ما تبقاش طماع، ده انت هتبقى بيه وعربيه تحت رجليك. مش النظريه، انا موافق على المية، بس هو يسيبني ساعتين الليل اروح ابيع فيهم شاط الزهر. انت هتجنني، هتبقى بيه وتقف تبيع زهر عشان اسدد المعلوم. على العموم انا هحاول ونبقى نتقابل مره ثانيه. يا ترى عامله ايه يا سعاد يا بنتي؟ عامله ايه؟ متمرجه في العزل اللي انت شفتيه. حته الفرخه مش نازله لي من زور علشانها. فرخه ايه يا ام الفرخه انت؟ تلاقي بنتي كرهت الفراخ من كتر اكلهم. بقول ايه يا راجل؟ بكره باذن واحد احد اخد هاشم وجلال واروح اطل على سعاد. وانا كمان اروح اقبض الفلوس. لا ما تجيش معانا. أنا عايز أقعد مع البنت كده لوحدينا، أسألها إذا كانت مرتاحة ولا تعبانة، إنما أنت لو جيت معانا هتكتم على نفسنا وهتحبس حريتنا. الله. ابقى روح أنت أي وقت تاني، اقبض زي ما أنت عايز. افرض الراجل طلع كريم وقبضك أنت. هجيبهم لك. وتحترمي نفسك، ولو خنصرتي حاجة كده ولا كده هخنصر عمرك. سكتين يا جلال يا خلاص يما قدرنا نفسك. هقعد يا ابني الكندوره زنقه على رجلي اخد نفسي. يما ما تقومي لحد يشوفك، كلها خطوتين ونوصل وتستريحي عندهم. طيب خد ايدي يا هاشم يا ابني. يلا حبيبتي يلا. اتفضلوا اتفضلوا جوه. باين على حضرتك رايح مشوار، مش عايزين نعطلك يا بيه. معلش بس اتفضلوا جوه، انا مش هتاخر. سعاد موجوده وعليها هاني موجوده. اتفضل اتفضل. يزيد فضلك يا سعاده البيه بالسلامه، مع الف سلامه. دي قد الدنيا لسه في التراب من ساعه يا بيه اللي فقر وعنطزه. اهلا 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 اهلا. اتفضل اتفضل. اللهم اجعل دخلتنا عليهم خير وبركه. قولي لي يا ضنايا، هي الست عليا موجوده؟ ايوه يا فندم موجوده. نقول لها مين حضرتك؟ قولي لها ام جلال. اهلا وسهلا. اتفضل. يزيد فضلك. تعالى يا واد انت اهو. هي سؤال عايش هنا في العز ده كله؟ شش هتسكت يا هاشم، لا يسمعوك ويقولوا ان احنا بننق عليهم. تعالى يا واد تعالى اقعد وانت ساكت. عمر ما تخليهم يبانوا لنا كمان. شوت يا واد واحترم نفسك. شوت الوليه بينها جاي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا اهلا بيكي. الامامك يستاهل من ايدك يوجهها. لا 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 خليكي مستريحه يا ست ام جلال. يريح قلبك بزياره النبي واهل بيته يا رب. اتفضل اتفضل يا حبيبي. وجهاش شيل شيل نفسك. شيل ايه؟ لا 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 مش كده يا ست ام جلال. الله خليها على حريته. اتفضل خد كمان يا حبيبي. خد كمان ايه؟ سيبه يا استاذ جلال خليه على راحته. مكسوفه. شكرا يا استاذ. لا شكرا على عملك اتخرج عنه واقف. المدرس لا يكافئ بمال، وكلمه الشكر واجبه. العفو يا فندم العفو. حضرتك هتيجي تاني امتى؟ بعد بكره ان شاء الله. سلام عليكم. مع السلامه. حبيبتي مامتك قاعده في الصالون هي واخواتك. امي بره؟ سعاد قلنا ايه؟ ماما. اسفه قوي من فرحتي نسيت. تعالي يا حبيبتي. ماما حبيبتي. اهلا اهلا يا سعاد وحشتيني وحشتيني قوي. ازيك يا حبيبتي؟ وانتي ازيك يا ماما؟ يا ماما
زيك انت، انا حلوه انت زيك. هم ظهر نسيونا ولا ايه يا عم هاشم؟ جميل حبيبي وحشتني قوي. ازيك انت هشوم؟ ازيك؟ ايه ده كله يا سعاد؟ مش قلت لك انها بقت اخر الاجر؟ سعاد تعالي يا بنانا، تعالي في حضن امي، تعالي يا اختي، ده البيت ملوش حس واللقمه ملهاش طعم من غيرك. لا ياما، انت لازم تفرحي لي وتزقططي على الاخر، ده انا في خير لا قبله خير ولا بعده خير. شوقي بيه ده بيعاملني زي بنته بالظبط، وعليا هانم اخته عمتي يعني تتحط على الجرح يبرد. بركه دعايا ليكي يا سعاد. والله بركه دعاك يا ابو. ده عيالك، انما قولي لي يا اختي هما بيقولوا ان عندك مدرس، هو انت بتذاكري يا سعاد؟ مدرس واحد؟ دول مدرسين في الرياضه والعربي والانجليزي وكل المواد، وهخش الامتحان السنه دي. ربنا يكبر بخاطرك وينجحك يا هندسه. ومثلا يا ابويا وحشني قوي. انت ما تشوفيش وحش، كلها يوم ولا اتنين بالكتير وينطلك هنا عشان يقبض المعلوم. والله يا جماعه انا مكسوفه قوي من الموضوع ده، بعد كل اللي الناس بتعمله معايا كمان ابويا بياخد منهم فلوس. انت نسيت المعلم رجب ولا ايه يا سعاد؟ انسى ازاي؟ هاتي معلومه بنت واحترمي نفسك. الله ينور. الحمد لله ان انا اتعتقت. اتفضلي يا جماعه الغدا جاهز. يزيد فضلك، واكلين واكلين قبل ما نيجي وشبعانين والحمد لله. لا لا ما يصحش يا استاذ جلال، لازم تتغدوا هنا. اتفضل يا استاذ جلال، اتفضل يا ابني. يلا يا سعاد البيت بيتك، خديهم على اوضه السفره. اتفضلي بقى قومي يلا. يجعلوا عامر بحس اصحابه يا رب. تعالي يا حبيبتي. تعالي يا امك تعالي. نعم. جبت لنا حاجه امبارح غير اللقمه. كدوزه؟ كدوزه ايه؟ ميه ترش، سلطه، حاجه كده حرشه. يلا يلا احترم نفسك كويس. بس يا بنتي شبعت الحمد لله. عشان خاطر الحته دي بس. مش قادره مش قادره يا بنتي شبعت. لا انت ما كلتيش يا استاذ جلال. يا خبر، ده انا خلاص بقيت على اخر البيت بيتكم يا فندم، لكن انت ما شبعتيش. عامر باصحابه. يلا يا اولاد بس كفايه كده، ايش حال ما كنتوش واكلين قبل ما تيجوا؟ قوم يا واد التوهو، قوم يا جلال عشان نلحق نرضم الفل. ما تبحلقليش كده، هناكلك واغمس بعشرة زيك. انا المعلم رجب، اسال عليا مصر كلها تقولك انا مين. طريق تفاهم يا معلم رجب، ما انتش عارف ايه اللي حصل منه. معلش كان مبسوط شويه يا معلم رجب. اللي مش قد الشرب ما يتشربش. شفني امبارح كامل عليا معلم النهارده، ما يصحش. معلش غلطة وصافي يا لبن، وفي دماغ المعلم يا حسن. عليا يا معلم رجب. استنى استنى، ما اقولك اقولك قدام الجدعان دول، لو حصلت منك دي تاني مش هيحصل لك. طيب انت فاهم؟ وبعدين بقى احترم نفسك بقى. صحيح يا اما، العز وز والفقر بهدله. فين يا اما على ما الواحد يقب على وش الدنيا ويبقى زي شوقي بيه؟ مفيش حاجه بعيده عن ربنا يا ابني. الهي اشوفك انت واخوك في العز ده كله. يسمع من بقك ربنا يا اما. صراحة الراجل اداني 20 جنيه كأنه اداني بريزة. طب كتم يا اخويا، ابوك يكون جاي يصادرك. انا واقف على الباب يا سامح، اتكلم على ايه؟ لا ولا حاجه. طلع طلع يابا. ما البزار مفيش الا هات. طلع. حاضر حاضر. قوم يابا. وانت يا كوتش تحت امرك يا سيدي المعلمين. بس انا يعني كنت عايز اجيب قميص ونضارون كده. ايه ايه؟ عاوز تتفرج انت ليه وانت فادي؟ ما حدش يعرف عليه. احنا يا سيدنا يا سيدنا، انا مش بلعب. وانت يا ابو جلال نفسك في فستان؟ يا ريت يا راجب، بدل ما اروح لبنتك عره. اهي الهدوم العره دي خلت الراجل طلع واداكم. خدت كام يا حلوة؟ 20 جنيه. أمال فين؟ أخلص اللي في إيدي وأديهم. احترم نفسك. إيه؟ طبعاً كلت هناك. ربنا يجعل بيت المحسنين عمار. اسكت ما أقولكش بقى. شيء وشويات، إيش معمر وإيش مشمر وحاجات ما شفتهاش عين قبل كده، وراسهم وألف سيف وألف ومية يمين إلا ناخد البسطة دي معانا. كنتوا كلتوا هناك يا راجل، كلتوا هناك. ده نايلي انا نايلي. كونجيبي فيرب اتر.
représente l'indicatif. Je suis. Je suis. Oui. Tu es. Tu es. Il est. Il est. Elle est. Elle est. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Ils ont. Ils sont. Ils sont. Elles sont. Elles sont. Bien, va m'avoir au présent. J'ai. Tu as. Tu as. Il a. Il a. Elle a. Elle a. Nous avons. Nous avons. انت يا اخينا انت يا بلدينا رايح على وين؟ هتشوف بنتي هي وكاله من غير بواب. انا ادخل اي حته بس تعمل لي الف حساب. دخولك هنا من غير اذن يقبع على دوست. انا سيبه يا سيد. سامح سيبه يا سيد. اتفضل يا معلم. راجل انا بستغرب شوقي بيعرف الاشكال دي منين. اهلا وسهلا يا معلم راجل. احساسي كده يقول ان سعادتك خارج. أعلم كلمتين وهتكل على الله. طب اتفضل اسرائيل. لا ما البواب بتاعك قام بالواجب. والله لولا انك شغال عند سعادتك انا كنت سيحت دم. انما بقى عشان الورد يتسيل عليه. اسف يا معلم لو كان صدر منه حاجه ضايقتك. ده مين يا سعاده البيه؟ ده اجدح واحد البسه بلا لف. انما بقى كله يهون عشان خاطرك يا ابو المفهومين. طب ما يصحش نتكلم واحنا واقفين. ماشي. سيجارة من يد من عدمها. امال اللي بنت السعاد فين؟ مش باين لها حس. عندها المدرس دلوقتي نديها خبر. وداد؟ نعم. قهوة مظبوط. حاضر. اصل بنت السعاد وحشتني قوي. على بال ما تشرب القهوة يكون المدرس مشي تقعد تتكلم معاها زي ما انت عاوز. لما اقصى يعني انا كنت عاوز اكلم سعادتك في الحكايه. انما خاف. انما يعني خايف لا تقول يعني. انما ايه؟ خايف تقول عليها طماع. لا 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 سمح الله. اتفضل قول. بقول ايه؟ بدل البهدله مع البواب والشحطات في المواصلات كل شهر ما تديني كام شهر كده على بعضهم امنجي بيهم نفسي وتخسر المبلغ اللي عليا كله. اولا المبلغ القديم انا سامحتك فيه خلاص. ربنا يكرمك. ثانيا وهو الاهم أنا بحب أشوفك مرة على الأقل كل شهر ونبقى ماشيين حسب الاتفاق وشهر بشهر. طب لو قلت لك عشان خاطر المرة دي؟ اللي أنت عاوزه بس مش هتكرر تاني. ماشي. 3 أشهر كويس؟ خليهم 6 أشهر يبقى فل الواحد يحس بطعمهم. القهوة يا معلم. مفيش حاجة حلوة أغير بيها ريقي قبل القهوة. جاتوه ولا بيتي فور؟ لا سد الفرخة حتة لحمة. في روست. يعني ايه؟ لحمة باردة. ما تحطوها على البابور تسخن شوية. لحمة باردة ما تسخنش يا فندم. خلاص باردة باردة. تحت أمرك. اتفضل امضي. عدهم. معقول اعد وراك يا بيه؟ دول يزيدوا ما ينقصوش. عن اذنك بقى ساعات زمانها جاي على ذات الخبر. لا سلمني عليها. البركه في سعادتك. ايه ده ما عندكمش 84؟ 84 البرده يا معلم. ايوه البرده. غير بيها ريه بقى لسه ما فطرتش. السلام عليكم. مع السلامه. هو بابا فين؟ مشي. لازم أقعد. ترى اتأخرت ليه يا رجب؟ ما دام اتأخر كده يبقى ضروري أقعد وراح يفرتكهم قبل ما يجي. بس على الله يفرتكهم في حاجة عدلة. ياما ده بيحرم علينا القرش وبيحللوا في النيله الخمره اللي بيشربها. ربنا يتوب عليه من الخمره. ومن ده كيف؟ هو بيشربها كيف ياما؟ امال بيشربها عشان ايه يا جلال؟ بيشربها منظرها ياما. بيحب يقعد مع اصحابه ويتمنظر عليهم. هي دي متعته. وهيستفيد من ده بايه؟ مش مهم يستفيد.
المهم انه في اي قاعده يبقى المعلم رجب ومفيش معلم غيره. يا اخويا بلا واكسه. اللي يشوف الباب وتزويقه ما يشوفش من جوه ولا شاف ريقه. ده انا ريقي نشف معاه بقالي سنتين عشان يجيب لي هدمتين بدل اللي انا عماله اشتكهم دول. ياما ربنا يفتحها عليا واقدر اجيب لك اللي انت عايزاه. ما تحرمش منك يا دنايا. اقعد اتكلم على قدك لمسح بيك البلاط. لا انت ولا ادخل منك يا رجب. اسم المعلم رجب. مفيش معلم هنا غيري. روح ارحم عيالك من السرح في الشوارع. اخرس واحلم بنتك من الشارع قبل ما تبقى معلم. يا معلم يا ابني الكرم يا ابني الكرم. انت جيت يا رجب؟ انا جلال يا ام. هو ابويا لسه ما رجعش؟ لسه يا ابني، وقلبي واكلني عليها قوي، خايفه لا يكون جرى له حاجه. يا اما ابويا ما تخافش عليه. معلش يا جلال، عشان خاطري يا دنايا روح طل عليه في المدعوقه اللي بيشرب فيها دي. يا اما ما انت عارفه انه محرج عليا، ما روحلوش في اي حته هو قاعد فيها. معلش يا ابني بص عليه كده من بعيد اهو بس نطمن، اصله مش بعاده ابدا انه يخرج من صباحيه ربنا وما يرجعش لحد دلوقتي. حاضر يا اما. كيف العمائب سليمه يا رب؟ انا ما قتلتوش يا سعاده البيت، ده مات موتة ربنا. انت مش ضربته؟ ايوه ضربته بس ما اقصدش اقتله. بس انت كنت مستحلف له من الاول يا رجل. لا بيه، احنا اتصالحنا قبل كده. انت متهم بضرب حسن الفلالي ولم يقصد من ذلك قتله، ولكنه افضى الى الموت. عملا بالماده 236 من قانون العقوبات، حكمت المحكمه حضوريا على المتهم رجب حسين الوحش بالاشغال الشاقه لمده 3 سنوات. رفعت الجلسه. معلش اهي الايام بتجري بسرعه، وبكره تفوت مده العقوبه ويخرج بالسلامه ان شاء الله. بس على الله بقى يستفيد من الدرس ده. يسمع من بقك ربنا يا بيه. واي حاجه يا ست ام جلال انا تحت امرك. خيرك سابق يا بيه. ده انت وقفت له ولا وقفه الاخ لاخوه، قومت له اكبر محامي في البلد. الهي ربنا يستره، قعد يترافع عنه ساعه وزياده، ده لولاه كان استلمه عشماوي. ده انت كفيت ووفيت وجميلك على راسي من فوق، كتر الف خيرك يا بيه. ازيك يا ابني؟ ازيك يا دناي؟ ازيك وازي اخواتي؟ بخير يا دناي. طمني ابوي عمل ايه؟ الحمد لله خففوا عنه الحكم، والاستاذ المحامي بيدرس دلوقتي امكانيه المرض. يعني برضه حكموا عليه؟ السجن يا دنايا ارحم من عشماوي، وكلها 3 سنين ويطلع. ارجوك يا سعاد ركزي دلوقتي في الامتحان وبس. ربنا يخليك لينا يا بابا، وما يحرمناش من عطفك علينا ابدا. اتاخرت ليه؟ راجل سال عليك مرتين. اطلع؟ ما تطلعش، روق انت العربيه. خد. ما قلتليش ابوك عمل ايه؟ خد 3 حتت. سجن ولا اشغال؟ اشغال يا عدوي. بيوصل يا جلال. صباح الخير يا سعاده البيت. اتاخرت ليه يا جلال؟ ظروف يا سعاده البيت. مره ثانيه ما تاخرش. ها؟ حاضر يا سعاده. هروح انا المشوار الثاني. ان كان سهل مشيه، صعب احرقه وما تندمش. تحت امرك. على فين يا سعاده البيت؟ اطلع دغري وبعدين خش ثالث يمين. حاضر يا سعاده.
يا اصل كله تمام. ربطت كويس ولا اقوم اشوف بنفسي؟ مش عيب يا اسطى، ربطت فوق وتحت. تمام. اتفضل يا استاذ. طيب يا فندم متشكرين. واي حاجه انا تحت امرك. يلزم كام؟ لا اي حاجه اللي تدفعها انا برضه بقليل، 50 جنيه بس. لا 50 جنيه ايه؟ اتفضل ادي 10 جنيه. بس. والجنيه ده وانا عشان الولد. جنيه عشانه؟ ولا هاشم ليك عندي ربع جنيه. جنيه. لم العده بقى عشان نروق. شطرنا بيه. الله مين؟ جنجل. تصدق ما عرفتكش. ايه الشياكه والهيافه دي؟ والهيافه دي؟ افتكرتك زبون جاي بعد التشطيب. لا اصل كنت بروح بدري قلت اجي اخد واد هاشم. طب ما تيجي ناخد 500 شاي كده. لا معلش اروح بدري مره. الا قول لي هاشم عامل ايه؟ هاشم هاشم بقى وسط كبير دلوقتي. تصدق خليته ربط العكسه لوحده؟ والله عادي. برافو عليك. اركب يا اركب وياخد مني انا الهاشم. اركب مع اخوك يلا روح. السلام عليكم. سلام. عندك حاجة فرشة على الكرسي؟ نعم، اشمعنى دي يعني اللي قلبك عليها مش عايز ترسخها؟ عشان اخوه هو اللي بيتعب في تنظيفها. خد الجورنال. سامع السلام عليكم. سلام. مساء الخير يا ام. مساء الخير يا ام. يسعد مساك. كويس يا ابني انك فت وجبت هاشم في ايدك. طب يلا قومي كلي. لا يا ابني انا شبعانه على الاخر. يلا دي الاكله اللي بتحبيها رحت مخصوص جبتها لك. كبده ومخ زين ورق فحفه سيدنا حسين. شلها يا حسين. اقروا يا ولاد معايا الفاتحه اقروا عشان ربنا ياخد بيد اختكم سعاد بكره اخر يوم في امتحانها. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك يا سعاد شكلك كده بيقول هتنجح. يسمع من بقك ربنا. انت جاوبتي كويس قوي ومجاوب احسن مني. انا بقى عايز اجري اطمن بابا بس انا متفرج اول مره يتاخر عليا لغايه حجته معاه. اخويا الدكتور مراد تعالي اوصلك. لا ملوش لزوم بتاعك. تعب ايه يا ست سعاد خيرك سابق موصله لي بدل المره ثلاثه. تعالي تعالي. معلش يا دايما. يا شيخه تعالي امشي. اخويا الدكتور مراد اهلا وسهلا. سعاد صاحبتي وزميلتي في الامتحان. اهلا وسهلا. الحقيقه انا حصل لي الشرف وتعرفت عليكي قبل ما اشوفك. ازاي بقى؟ من كلام دالي عليكي وعلى اخلاقك و ده بس من ذوقك. انا من زمان كان نفسي اشوفك علشان اشكرك على توصيلي في داليا واهتمامك بيها الايام اللي فاتت. لا شكر على وجهك. يبقى النهارده بقى ترد جزء من الجميل وتوصلها لان عم فرج اتاخر عليها. عم فرج مين؟ السواق بتاعها. خلاص انا عم فرج. بس مفيش داعي اتعبك. يلا يا سعاد يلا اركبي ببلاش لك. يا استاذ فرج. فندم داليا من فضلك يا استاذ فرج ودي الحته اللي اتغدى فيها. لا 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 يا عم فرج. ليه ليه يا ست هاني؟ انا لازم اطمن بابا الاول واشوف عم فرج اتاخر ليه. مش من نص ساعه ولا دقيقه يا عم فرج. انا ما خدتش الاذن من بابا. لا انا قدام الاذن اضرب تعظيم سلام. يبقى على بيتنا يا عم فرج. يلا. يعني هتنجح؟ ضروري والتفوق كمان. يبقى الف مبروك مقدم. اتفضل. نقص عليك يا زمان. انا قبل واحد يتربي في السجن
ومحدش من الرجاله اللي كنت بصرف عليهم ليلاتي دم قلبي يسال عليا يا بطال. اللي انت عاوزه يا واحد يقول انا مش عاوز حاجه من حد. بحب الناس وسجنت عشان الناس. محدش فيهم يعبرني ولو بزياره. ما تزعلش نفسك يا ابني، ما انت عارف ان الناس ملهاش الا الرايقه. معلش يا زهر، معلش. بكره الايام تجري واخرب اعرفهم مين رجع من الوحش. ايه ده بتزغرتي ليه؟ مش فرحتي بنجاح ست ساعات يا هاني، اتفضلي. طيب يلا قدمي الشربات. حاضر من عينيا. اتفضلي يا بيه. شكرا. اتفضلي يا هاني. عقبال ما نشرب شربات الفرح. قولي شربات الشهاده الكبيره الاول يا كوثر هاني. ياما بناتي اتجوزت وكملت تعليمها بعد الجواز. صاحب بالين كذاب. ولا ايه رايك يا دكتور؟ والله الموضوع ده نسأل فيه سعاد. أكيد رأي بابا مظبوط، لأن تجاربه في الحياة أكتر منه. سعاد لازم تتحاز لرأي بابا. إنما أنا رأيي العكس تمام. البنت أول ما حست بالاستقرار قدرت تذاكر بدماغ رايقة. لا بقى ده أنت باين عليك إني عايزة تتجوز يا ست داليا. وهو في بنت في الدنيا مش عايزة تتجوز يا سعاد؟ حضرتك عارفة إن الزواج مسؤولية لازم تحتل الجزء الأكبر من تفكير المرأة وتصرفاتها. يعني مثلا ازاي تسعد زوجها، ازاي تحافظ عليه، ازاي تفضل جميله دايما في نظره، الى اخره الى اخره. يبقى فين بقى الوقت اللي هتفضيه للعلم والمذاكره؟ واضح ان حضرتك انسان واقعي ومجرب الحياه، وليها حق سعاد تسترشد بارائك. سعاد ربنا يخليها ويحميها. اسمح لنا بقى يا شوقي بيه. ما هو بدري عليا بتحضر الغدا. معلش فرصه ثانيه. من فضلك يا انكل يبقى خلي سعاد تيجي تزورنا. قوي قوي يا بنتي. مبروك يا سعاد. الله يبارك فيك يا عم مبارك. الله ايه ده يعني معقوله؟ طب دقايق ولا غدا يكون على الصبح؟ معلش اصل اختي جايه لي النهارده على الغدا. لا اذا كان كده ما اقدرش اتكلم. الف سلامة. على السلامة يا حبيبتي، انا اسمي مشرفة. الله يسلمك. مع السلامة. اهلا يا جلال. عندك حد؟ لا ادخل. شوف عم سمير. الله الله على الجد، والجد الله الله عليه. الشغلانه دي الله غنى عنها. ليه يا جرجل؟ قلبي مش مستريح لها. ما تبقاش فقر وترفص النعمه برجليك. اصل الشغلانه دي فيها حاجه انا مش فاهمها. انا بشتغل ايه واهميتي ايه؟ مفيش. طب بيديني الفلوس دي كلها ليه؟ عشان اشيل له الشنطه ولع له السيجاره؟ بالظبط. يبقى بستغفل نفسي. ما انا لا اهبل ولا هو مجنون، ده حريص قوي ورقم وابن حنت، وانا مش تلميذ، انا ابن سوق وافهم الكلام ده كويس. ضروري في حاجه ورا الشغلانه دي انا مش عارفها. حاجه ايه يا جدع؟ بلاش تخريف. سمير لازم تصارحني عشان اعمل حسابي. جرايه يا جلال، مش عيب تقول لي كلام زي ده؟ انا بدور على مصلحتك مش على ضررك. انا كل اللي اعرفه عن الراجل ده انه عيان بالعظمه. ما سمعتش على حد عيان بالعظمه؟ سمعت، ده انا عايش طول عمري معاه. مين؟ أبوي. اتفضل يا سعادة البيه. اتفضل. شكر. والله ما كان ليه لزوم تتعب نفسك أبدا يا سعادة البيه، كتر ألف خيرك، وأنت خيرك سابق يا بيه، ما تحرمش منك أبدا يا بيه. ودول فلوس الشهرية. يا وشي منك في الارض يا بيه، ازاي بس امد ايدي واخدهم بعد اللي انت عملته وبتعمله علشاننا؟ ده انت واقف لنا ولا راجلنا؟ اتفضلي بس يا ست مجلال، اتفضلي. ده اتفاق بيني وبين المعلم رجب. لولا خوفي منه ما كنت مديت ايدي وخدت الفلوس منك ابدا. واي حاجه تحتاجيها انا تحت امرك بصرف النظر عن اي اتفاق. قد القول يا سعاده البيه، كتر الف خيرك. طيب تسمحي لي انا بقى استاذن. شوقي بيه. ايوه. انا ليا طلب صغير قوي بس مكسوفه منك. امور يا ست مجلال. انا نفسي اشوف سعاد، وجلال اللي كان بيوديني ويجيبني اشتغل عند ناس بياخدوه من صباحيه ربنا ما بيرجعش غير اخر النهار، وانا مش رجلي من مش دايسه حتتكم، لو رحت لوحدي هتوه. وبقول يعني سعاد اخف مني ينجيك، تسمح لها تيجي هي تزورني. شوف يا ست مجلال، أنا ما أقدرش أخلك طلب أبداً. إنما أنا كنت عاوز حضرتك تساعديني على إني أربي لسعاد شخصية جديدة تماماً، وأنسيها اللي فات كله. مش عاوز كل ساعة والتانية أفكرها بالقديم. إنما أنا عندي حل تاني.
قول يا شوقي بيه. ابعت لي فلوس تفرج يجيبك ويرجعك تاني. يكبر بخاطرك ربنا زي ما انت جابر بخاطري. استغفر الله استغفر الله. عشان تنجحوا السنة دي. ادعينا يا كوثر هاني، ده احنا هنمتحن سنتين في سنة واحدة، ومنهم كمان الثانوية العامة. ربنا معاك. مفيش حتة جاتونة كلها مع الشمس. من عينيا يا حبيبتي. تعالى رايح فين؟ عشان؟ لا، سيبهم يذاكروا. تعالى. اطلع. من زمان هترجعوني لها تاني؟ طب لو قلتلك عشان خاطر ايه؟ لا يبقى ارجع الاعداديه بقى. خلاص يبقى تقعد بقى تكمل لنا فصايل الدم. حاضر يا سوق. يا بختك يا ست، ليكي خاطر وبيدلعك كمان. ربنا ما يجعل لنا دار وله عينين. يعني غمض؟ لا، اسمع الدرس كويس. يلا. فصائل الدم ليها قواعد يجب ان تتبع في نقل فصيل الدم من نوع معين الى فصيله اخرى من نفس النوع. ده كله كويس، والدكتور مراد ما فيهوش اي حاجه تتعيب، اصل ومركز، واي عيله تتمنى تجوزه بنت من بناتها. واحنا مش هنلاقي بنت ناس طيبين احسن من سعاد. متشكره قوي يا كوثر هاني، بس اصل سعاد كان لها ظروف خصوصيه، يعني بمنتهى الصراحه كده ما اقدرش ارد عليكي الا لما اخد راي اخويا. شوقي بيه سبق الراي في دردشه عام، في الحقيقه ما كانش الطلب مباشر، لكن ما خبيش عليكي انا حبيت سعاد وما اقدرش افرط فيها مهما كلفني التم، وعشان كده برجوكي ضمي صوتك لصوتي وفهميه ان البنت مصيرها الجواز قبل الشهاده او بعد الشهاده. حاضر، هكلمه. you
عاوزني في ايه؟ قوم بلاش غلبة. طيب طيب. ماما فندم، ادي الراجل حسنين الوحش. خليه يرفع. حاضر فندم. تفضل. معايا يا راجل. تفضل ارتاح. سيجارة؟ كتر خيرك يا بيه. يا رجب، انت راجل مؤمن بالله. ونعم بالله. شد حيلك. منين؟ البيع الحال. منين؟ جاتنا إشارة إن ابن جلال. إنا لله وإنا إليه راجعون. علي. ألو يا شوقي. سعاد فين؟ عندي داليا. عرفت حاجة عن وفاة أخوها؟ الله، مش أنت قايل لي ما أجيب لها السيرة؟ مسكينة البنت دي. أبوها مرمي في السجن وأخوها توفي وأنا مش عارف هعمل إيه ولا أفضل مخبي عليها لإمتى. اسمع يا شوقي، أنا رأيي إنها تتجوز الدكتور مراد، وهو الفرح ومراد هيمتصوا الأحزان، وإذا عرفت بعد كده يبقى الصدمة خفيفة. مشكلة الدكتور مراد ده. مشكلة؟ الله، إزاي؟ لأنه فاهم إن سعاد بنتي وعلى هذا الأساس بيطلبها مني. ما هي بنتك برضه يا شوقي. بنتي شكلا، إنما في الرسميات لا. وده جواز ومأذون ومسؤولية ما يعلم بيها إلا ربنا. ويا عيني بقى لما راجب الوحش يعرف إني جوزت بنته من غير إذنه. اسمع، نفهم الدكتور مراد على الحقيقة، وأنا متأكدة إنه هيوافق. أنت ما تعرفش كوثر هاني متمسكة بيها قد إيه، والدكتور مراد بيحبها قوي. أفضل إني ما أجبرش البنت على حاجة مش مضمونة. وممكن قوي إن كوثر هاني ترفض تناسب راجب الوحش. طب هتخلص من المطب ده ازاي؟ عاوز تفكير، وتفكير طويل. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعالى الدولة يا معلم. أيوه، بس الفراق صعب أوي. صعب أوي. صعب. لكن أنت إيه رأيك في مراد؟ رأيي أحتفظ بيه لنفسي، وبعدين أنا ما أقدرش أبوح باللي في قلبي لحد أبدا. يعني انت بتحبيه زي ما بيحب؟ والله بقى ده سر من اسراري، لا يقدم ولا ياخر. ازاي يا سعاد؟ لان البنت حكمها في ايد اهلها. وانت مالكيش راي؟ بصراحه بقى انا رايي ان احنا ما نضيعش وقت ونقعد نذاكر عشان ننجح، وكل صاحب نصيب هياخد نصيب. ذاكر. وحد الله يا معلم رجب. لا اله الا الله. كل من عليها فان ولا دائما لوجه الله. أنا اللي قتلته بجشعي. ده أجل يا معلم رجب، ولكل أجل كتاب. استغفر الله العظيم. قوم صلي واطلب من الله الصبر. يا رب يا رب. لا مش هرجعه يا عم. مش هين عليا فراق يا تنهار. ما تشوفهاش نعمل كويس مكوية بنار. كان حنين كان حنين حنين. الله يرحمها الله يرحمها. عظيم جدا الكلام اللي بتقوله ده يا دكتور مراد، الا اني برضو افضل اننا ننتظر نتيجة الثانوية العام على الاقل. يا عمي انا طالب اتجوز سعاد، يعني مش طالب اتجوز السؤال عم. مفهوم مفهوم، بس ما فيش بس يا عم، سعادتك تقول موافق وخلاص. طيب مش لما ناخد راي سعاد الاول؟ انا متاكد ان سعاد هتوافق، المهم موافقه سعادتك. انا موقفي مرتهن بموافقه سعاد، ارجوك اديني فرصه لما اتكلم معاه في الموضوع ده. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير. يا بابا أنا عارفة كل حاجة، وعشان كده برفض الجوازة دي. ليه يا سعاد؟ الدكتور مراد فيه كل المميزات اللي تتمناها أي بنت. ده صحيح وأنا أول، لكن في حاجة مهمة جدا تخليني أرفض. الولد شريكي وملح في طلبك.
أرجوك أرفض الجوازة دي بأي شكل، خليني بكرامتي قدام الناس. مش لاقي أي سبب للرفض أقوله له، وخلصت كل التسويف وبقيت قدام إلحاح شديد يكاد يصل لدرجة الإحراج. طيب يا بابا اديني فرصة لغاية لما أشوف أمي وأخد رأي أبويا في السجن. لا 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 أرجوك بلاش والدتك دلوقتي، خليها في اللي هي فيه. بلاش وخليها اللي هي فيه. في إيه؟ أمي مالها؟ مالهاش، بس يعني هي دلوقتي في ظروف ما تسمحلهاش بمناقشة الموضوع ده. أمي جرالها حاجة؟ ما أنا قلتلك مفيش حاجة. سعاد سعاد طب استنى هغير هدومك حاجة. الاول رايح مشوار شغل وبعد كده هروح. طب ممكن حضرتك تدينا العنوان واحنا نعدي عليها؟ العنوان انا الحقيقه مش فاكره، انما يعني عارف البيت بالشبه بس. خلاص نيجي معاك نستناك في العربيه لغايه ما تخلص مشوار. لا معلش انا احب اكون على راحتي. انا كان يساعدنا انها تكون معانا النهارده. عليا عليا. ايوه يا شوقي. ايوه مع السلامه. اهلا اهلا دكتور مراد. اهلا اهلا اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. عشان كده انا فكرت اخد جلال وروح لابويا في السجن ناخد رايه قبل ما شوقي بيه يتورط بكلمه مع العريس. فين جلال يا فين جلال يا ما بترديش ليه؟ سرح بدري ولا راح يجيب الزهر؟ فين جلال يا جلال تعيش انت يا سعاد؟ حبها لحد، انما انا فاهم البنت كويس قوي. ومش معقول شوقي بيه الراجل المخضرم مش فاهم. وافرض انه عارف وفاهم وعايزه تكمل دراستها زي ما بيقول، يبقى في شك، يبقى في امل في كلامه، انما كده مش معقول. اكيد في حلقه مفقوده اكبر من الكلام اللي بنقوله ده. يكونش الراجل حاسس انه لو جوز البنت البيت هيفضي عليه؟ ايوه يا ماما دي نظريه معقوله، بس المفروض سعاد تعرضه. ولا تقدر تفتح بقها بكلمه واحده، اللي عايزه باباها يتعمل وبس. يلا حبيبتي شد بالله يا مرعي، خدي بالك من نفسك يا سعاد. سعاد منايا شلبناكي قبل ما اموت. بعد عمر طويل ان شاء الله، ما يلزمش خدنا تانية. كتر الف خيرك يا بيه. سلام. يلا خد بالك من امك يا هاشم. يلا حبيبتي. أمي دي فناء الاتنين. أصحابي بألف سنة. هل يا معلم ده كلها كبير وتخرج؟ أنا ما بقتش تفرق معايا بره زي جوه. الدنيا زوالي عم حسنين. وما داعي من لوجه الله. شوقي بيه، إحنا شارين البنت. وهنفضل شارين للنهاية مهما قلت ومهما عملت. واحنا مش باقيين، انما الظروف هي اللي بتحكم. لا ظروف ولا جوابات، فرحنا بقى وقول مبروك. مبروك يا كوثر هاني. عن اذنك بقى هطلب مراد في التليفون وافرحه.
بركه. هنيت وشرفت. ميرسي قوي. تحب نحدد معاك كتب الكتاب امتى؟ زي ما تأمر ان شاء الله بكره. مبروك. ميرسي يا فندم. مع السلامه حبيبتي. باي باي. باي باي. مع السلامه يا مراد. مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك يا حبيبي. مع السلامه. شوي بيه. مبروك. ألف مبروك يا معلم راشد. حضر لنا الغدا يا فندم. حاضر. تعال تعال. أهلا وسهلا يا معلم رجب. تحب ساقع ولا سخن؟ ولا اجيب لك ال 84 اللي كنت طلبته؟ انا حيش لك ازازه. حد الله ما بينهم وبينها. حد الله. ايه؟ بطلت الخمره؟ وكل ما يغضب ربنا. الحمد لله. سعاد نفسي اشوفها. سعاد جالها عريس، دكتور من عيله كبيره. صحيح. ايه رايك؟ بتشوفه سعادتك. يعني موافق. واعتبرني دلوقتي من الأموات عشان مضية ما وقفش حابة في سبيل سعادة بنتي. ربنا يديك طول العمر عشان تشاركنا فرحنا. لا خلينا بعيد عشان سعادة بنتي. الأب اللي ربى مش الأب اللي خلف. مبروك يا سعاد. عايزه اروسك في ركبتك عشان احسنك في جمعتك. ايه ده؟ انت بتعيطي ولا دي دموع الفرح؟ عقبال كده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرم اليوم. جامع نهاش. ايه اللي جابك يا حبيبي؟ شوقي بيبعتني اجيبك عشان تحضر الفرح. لا خليني بعيد احسن واسلم. ليه يابا؟ ده فرح حلو قوي. خلي سعاد بكرامتها قدام الناس. انا لو ظهرت هعرها. لا يابا ما تقولش كده، انت هتشرفها. ايه دي الحقيقه يا ابني؟ انت لسه صغير ما تعرفش حاجه. عشان خاطري يابا. خاطرك كبير عندي قوي يا هاشم. روح انت اقف جنب اختك. روح انت يا ابني. حاضر يابا. استغفر الله العظيم.